وحشني قوي يا أمي، صوتك وحشني، لمسة إيدك، حضنك. أنا عارفة أكيد إنك متضايقة مني، بس غصب عني والله ده عشان أرتاح. مجد هيحميني، هيبقى ظهري، هيشيل من عليا حمل كبير قوي، هبقى قوية والدنيا عايزة القوي يا أمي. مش انت اللي كنتي بتقولي كده؟ مش ده كلامك؟ شميت الريحة من على بعد كيلو، قلت أكيد فرج. ازيك يا رمة؟ ماشي رمة رمة، بس على الأقل معروفة ملتي، إنما أنت يا دودي مالكش ملكة، مخلط. اخلط. عايز تعرف مين فيها المخلط؟ على نسأل كارم. طب انا ممكن اقول لك اللي بيته من ازاز يا صاحبي، لو عايزين نسال نسال جمانة وهي برضه هتقول لي. قال لك وحشنا معفن، وانت كمان وحشني يا مخلط. اخ يا قلبي، ذكريات كتير قوي يا بيبه، حزن مالي الأوضة. على فكرة مش هترد عليك لأنها صورة فوتوغرافيا. انت ايه اللي جابك؟ وانا معدي لقيت الباب مفتوح، قمت داخل، لو كنت لقيته مقفول ما كنتش. انت بتراقبني بقى؟ ما راقبك ليه؟ انا ما عنديش اي داعي خليني اراقب. جوازك من مجدي مش هيضرني في اي حاجة، اني وقت ما عاوز اجيبك هجيبك غصبا عن عين ماما الله يرحمها. انا عايز امشي. خلينا قاعدين شوية يا بيبا مع بعض زي زمان. يلا يا عماد عايز امشي. نسيت حاجة، مبروك يا حبيبتي، خسارة معرفش ذكرت، لكن أوعدك إن ليلة الفرح هتحزن وارقص. وبمين شكيتك؟ كتير شكيت في كتير. حلو كتير. طيب احكي لي احكي لي عنه اذا بدك، حتى فيك تحكي اساميهم، دخليني بالقصه معك. جاي يلا. ناصر الطيار، الغلطة. ناصر بقى من الغلطات اللي يتندم عليها ولا تتنسي. عارف انها ممكن تلبسني، لكن لا، شوية وهمشي من هنا، أزمة وهتعدي. ساعات كتير وأنا بصمم بيجيلي قماش شكله وحش أو بايظ من الشحن، بس خامته حلوة ما تتعوضش. أهو ده ببساطة فرج شبل. سيدنا هما هيعملوها وأنا اللي أشيلها ولا إيه؟ بص سعادتك، انا شفت دم كتير وقليل، بس الدم ده مش بتاعي، مش ريحتي. بيقولوا كل ما بتتقدم في السن
كل ما انبهارك بالمفاجآت بيقل، إلا مع دودي دايما مبهر. أنا أقتل؟ معرفش. مش مصدقني صح؟ طيب اسأل عليا لبنان كده زلمة زلمة بيت بيت، هيقولولك إذا حدا بيضايق دودي، دودي بيطلع علي هيك ويفن. مجدي أديب جوزي، ساعات بحس إن أنا أذيت الإنسان ده زيادة عن اللزوم، فمش حابة أجيب سيرته. ممكن أعرف أنا موجود هنا ليه؟ أنت لو بتتهمني بالقتل يا إما أنت مجنون يا مش عارف مين اللي قاعد قدامك. تعرف يا حبيبة، في شيء محير، كيف كل هالمصريين جمعوا بلبنان فرد مرة؟ صدفة؟ ومين قال لك إن هم اتجمعوا في لبنان؟ كانوا متجمعين في مصر قبل ما يجوا، طول عمرهم صحاب. واللي جابهم تليفون واحد من مجدي، كان زيه زيهم قبل ما يسيب مصر، بس هو طول عمره أدرجي وصايع، وجي لبنان قبلهم. تحب أقول لك على مقاسات غياراتهم الداخلية كمان؟